تذهب هذه المناوشات أحيانا إلى بعد آخر وأخطر في إظهار الفضائح والشائعات وترويجها، ماذا يمكن أن نقول في ذلك؟ هؤلاء محكومون بما سبق من إيضاح، ولكن لا يجوز التساهل مع أي مثير للشائعات، وخاصة ما يمس عمل مؤسسات الدولة. ولا يخفى أن كثيرا ممن يثير هذه الشائعات هم مغرضون ويحاولون أن تمريرها في قالب فكاهي تظهر منها البراءة والسياق العادي، ولكن تداولها يحمل المتورطين فيه المساءلة الشرعية والقانونية. لماذا؟ لأنهم بأسلوب مباشر أو غير مباشر كانوا عونا لذلك المغرض، كما أن على جهات ومنصات التأثير الديني والأسري والتعليمي والاجتماعي عليهم مسؤولية كبيرة في التوعية. العدو يراهن على أثر ذلك التمرير طبعا بأسلوبه الماكر والمتخفي، وبالتالي كن على مستوى الوعي الشرعي والوطني ولا تمرر أي مادة تشعر بأنها تحمل محتوى ضارا أو مسقطا على الآخرين، أفرادا أو جماعات أو مؤسسات عامة أو خاصة. هذا أسلم لك في دينك، فأنت في عموم الأحوال ليس لديك أي معلومة يقينية 100% عن مصداقيتها، فلا توقع نفسك في الإثم والجزاء النظامي. ثانيا، حتى لو كان لديك معلومة فهذا من شأن الجهات المختصة، ويمكن أن تتواصل معها بشأنها. والنيل من أعراض وسمعة الآخرين خطير جدا، وهو يدخل في المعنى العام والعياذ بالله للفحش. يقول تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لاحظ قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبق أن قلنا بأنك في العموم ليس لديك معلومة 100%. لا تتورط في أعراض وسمعة الآخرين، ومن يحاول مثلا بدعاياته تعزيز مبيعات مثلا جهة على حساب جهة أخرى، هذا إذا كان يسقط طبعا على الجهات الأخرى بالكذب أو المبالغة على حساب الترويج لمن دفع له مالا، فهذا يحاسب شرعا ونظاما. كما أن للجهة التي طالها أضرار مادية بسبب النيل منها، هذه لها الحق في طلب التعويضات عن الربح الفائت إذا كان لديها طبعا حسابات يقينية على الخسائر نتجت عن الدعاية المضللة والإساءة إليها. ولو ترك لكل أحد بأن يستغل شهرته وللنيل الكاذب من الآخرين لنتج عن ذلك شر وظلم. من هنا تتأكد مسؤولية الكلمة وخطورتها. لك الحق في إبداء الرأي المحايد والمنصف في إطار النصح للجميع بالصدق والحق، لكن ليس بأسلوب أخذ مال من تاجر على حساب النيل من تاجر أو تجار آخرين منافسين بطريقة كاذبة أو ماكرة. هناك أشخاص يثقون بالمشاهير، سواء مشاهير السوشيال ميديا أو الرياضة أو الفن أو غيرهم، ويصدقون ما يقولون. على الجميع الحذر في هذا، لكن كما قلت الكلام الصادق والبريء والمسؤول هذا يختلف طبعا، لابد أن يكون منضبطا بأحكام الشرع والنظام، ولا يكون الأمر فوضويا أو ينتج عنه أضرار أكثر وأكبر. نعم.